كنرحب بالجريده ديال اليوم 24. انا كاب كنلاحظوا كاين زياده تقريبا ديال 30% على مستوى ديال الكتب المدرسيه ديال القطاع الخاص، والادوات المدرسيه بشكل عام كاين واحد 30% حتى 40% ديال الزياده بمقارنه مع داكشي اللي كنا كنسمعوا. كاين زيادات كبيره مع الاسف، هذا القطاع مازال ما مهيكلش، ما عرفناش كيفاش غادا تتم هاد المساله. دونك مع العلم كاين خصاصة في الكتب، يعني حنا دابا طلبنا الكتب مازال ما توصلناش بهم، دونك كنتسنى واحد دو جوع عاد نتوصلوا بهم. انا اثمنة العام شويش طلعت، شويش الاثمنة طلعت ماشي بحال العام الاول. العام الاول كان مزيان شويش، دابا هاد العام طلعت الاثمنة طلعت بزاف شوي. يعني عندي وليد كيقرا في الحضانه الثانيه في الحضانه، واش غادي نقول لك؟ هذا العام ماشي بحال العام الاول. العام الاول كان مزيان ودابا لا، هذا العام أثمنة طلعت شويه. شنو المستوى سيدي؟ دابا انا في الحضانه في الثانيه في الحضانه، قرا العام الاول في الحضانه ودابا رجع عاود ثاني في الحضانه. يعني دابا العائل عنده 5 سنين، العائل عنده 5 سنين، يعني اذا كدا العام 90,000 وباقي ما ساليتش الكتب، باقي ما كملتش الكتوبة كاملة. دابا قريب 90,000 فرانك وباقي ما كملتش الكتوبة ديالي كاملة. لا والو، ما كان نقيس لا والو، باقي هادشي اللي كاين. الحكومة ما نقصات والو، يعني هادشي اللي كاين زادت ماشي نقصو. دابا جيت انا نتقدى لولدي الأدوات المدرسية. بالنسبة لي الأدوات هاد العام زعما في المتناول، ما كاينش شي اختلاف كبير، هذا هو اللي كاين، أثمنة في المتناول. لا، التعليم الخاص سيدي، التعليم الخاص. ما كاينش ارتفاع كبير بالنسبه لي انا، ما كاينش ارتفاع كبير، اثمنه في المتناول. الله يعاون الجميع على الوليدات ديالهم. المقررات لا ماشي كل شيء، ولكن بالنسبه لهاد المكتبه هذه كيتعاملوا معنا من شحال هذه، يعني كنوصيوهم كيجيبوا لنا، كاين واحد لا فليكسيبيليتي، يعني كيقلبوا لنا على الكتوبه كنمشيو كنرجعوا، الحمد لله على كل شيء. خايا انا بائع متجول ديال المحفظه. هذا العام هذا سميتو الثمن زايد على العام اللي فات، كل شيء زاد، حيت الماليطه دابا زايده فيها 100 درهم، حيت الترانسبور وبزاف ديال الاسعار اللي زادت. بحال دابا هذه كنا حنا كناخذوها نص الثمن، دابا زادت 100 درهم في بياسه الدرويش الله يحسن العون المسكين، حيت ما غي اللي عنده 4 العواوال و5 فهمتي، ما يقدرش مسكين، ما يقدرش يكالي معاهم، حيت اصلا حنايا كنا كنبيعوا ثمن خافض. هاد العام هذا زاد الترانسبور، زاد الكليه كتخلص عليها ما عرفت شحال، فهمتي، زايد بزاف، حيت دابا مازوت وداك الشيء خصهم يشوفوا محل الدرويش، والله الا هاد الشيء هذا راه بزاف والله العظيم. اما اللي طال كاين حتى كبدا 200 درهم حتى 700 درهم. اي والله. معكم عمر مشرف مكتبه طنجة ستيلو، كنرحب قناه اليوم 24، نهاركم مبروك. بمناسبه الدخول المدرسي الجديد 2022 2023، لاحظنا اقبال ديال الزبائن رغم بعض التغيير في الاثمنه اللي كاين، بعض الزيادات في بعض الاثمنه ديال الادوات وبعض الدفاتر، الراجع للظروف الراهنه ديال الحروقه في اوكرانيا اللي ادت ارتفاع الثمن ديال المواصلات والديوانه. لكن الاغلب الاباء كيشريو كتب لاولادهم على حسب ضروري المستقبل ديالو. الزياده كاين في القطاع الخاص، في الكتب ديال القطاع الخاص ديال المدارس، خاصه، وفي الدفاتر وبعض الادوات. اما بالنسبه للمطبوع ديال الدوله هذيك مدعم، هذيك دعمت الدوله 25% اللي كانوا قالوا يزدوا فيها الدوله تكلفت بها، يعني الثمن بقى هو هذاك، وعندي واحد الملاحظه بغيت نقول من بعض الناشرين، كاين كما كنلاحظوا كل عام كيتزادوا العناوين بزاف ديال المطبوعات وكتعاود الطبعه ديالهم كل عام، مثلا كاين 2021 كاين 2019 2022، يعني كيبقى نفس الكتاب كتبدا الطبعه ديالو. هذا كيشكل ضرر كبير بالنسبه للكتبي وحتى بالنسبه للاباء، اباء التلاميذ. كما كنعرفوا ان كاين بعض الاباء عندهم تلميذ كيقرا في مثلا المستوى التحضيري او الثاني، وكان خاف كيكون تابعه،
كيقراو في نفس المدرسه كيكون عندهم نفس الكتاب، يعني كيضطر الاب العام اللي ما جي يشري نفس المقرر لولده الثاني، وهذا كيشكل الثقل على كاهل ديال الاسره المغربيه. احسن يكون نفس المطبوع اللي كان التغيير يكون مده بعيده مثلا 5 سنين 6 سنين مقبوله، اما كل عام راه ضرر كبير لا بالنسبه للكتب ولا بالنسبه للاباء. كنتمنى تتم مراجعه ديال هذه الفكره هذه.